إذا جينا أصحابكم من برا أجانب والأول مرة بيجوا على لبنان والأول مرة بيأكلوا أكل لبناني ومعكم بس نهار واحد، وين بتخدون وشو بتطعمون؟ كم نوع أكل لبناني فيهم يكتشفوا بنهار تينغرموا بالأكل اللبناني؟ طيب مشوار نهار الأحد ببلش ساعة 7 الصبح وبيخلص هلا منشوف، يلا بنقلب. أكلنا فول وحمص وكان عم بيقولوا انه انبسطوا كتير كتير كتير، انبسطوا كتير بطعمة الحامض، باللقمة، بالكرم، بالملح، بالحب اللي بيحسوه بكل لقمة. علمتهم كيف يأكلوا بالخبز اللبنانية وهلأ بعد ما أكلوا منقوشة قديمة، فليش ما بناكل منقوشة زعتر؟ بدنا نطعمين اللقمة اللبنانية المشهورة المنقوشة المعروفة، يعني المنقوشة اللبنانية هذه لبنانية، جبنة، زعتر. عم بقول لهم كيف إذا بحطوا لها سكر أو لا، شو المكونات تبعها وهيك. يلا هيدا المنقوشة طرية مثل الخدية. فول حمص تشيك، لقمة منقوشة تشيك، ضحكة على وجههم صارت لهون. هلا نزلنا على طريق جديدة أكيد دعوئية اللي هي الحلو العربي المفضل لإلي، وأكيد كنافة. بعدنا بالترويقة وبعدها ساعة 9. مش معقول مش معقول، ولا فيها قطر ولا في شيء، بتاكلوها باصبعكم. صليتي زي ما جيت لهون مذكركم فيها فستق من فوق، فيها قشطه بالنص، فيها كاجو، مثل ما هي لقمه واحده. روعه من روعات. اسمها دعوئيه وبس عند الدعوئه طريقه جديده. في جبنة كتير، جبنة كتير كتير، هذا اللي عم بيقوله. وفي جبنة مع سكر، وهيدي شغلة جديدة، مثل كانوا عم بياكل بشاميل على التمثال. يعني عن جد طلع على وجه هذا عم بياكل كيف لأول مرة، كتير كتير حلو. اوكي شوفوا شكلنا واقفين على الطريق، لقيت انا الصحن ماشيين كلنا مع بعضنا وعم ندوق، كل شوي بقولوا لانه الطعم روعه. قديش فخر ان نعرف لقمتنا وطعمتنا واكلتنا لحدا اجنبي ويعرف قديش اكلنا غني. منقوشه، كنافه، فول، خلصنا ترويقه، تعبوا اكلوا كثير، حلو عربي كمان. فطلعنا بالجبل، وقفنا على منظر بيروت كثير حلو، ومنكفي صوب كسروان. نو يأكلوا بس 4 مرات كتير شي على الطريق. أنا بطلع بسكنتا بقطع بهالوديان الحلوين، بشوف خضار بنبسط، بس ما بعتقد بقدر على قد ما سمعت بالسيارة قديش كانوا عم بيقولوا واو، قديش كانوا عم بيقولوا شو هالمناظر، شو هالبلد، شو هالجمال. يا ريت فيكم تسمعوا كنتوا قديش كانوا منبهرين ببلدنا. يعني بعتقد كتير ناس مش مقدرته، بتطلع بتقول انه ايه لا هيدا احلى بلد بالعالم، بس اذا منطلع ومنراقب ومنبسط ومنشم الروائح الحلوة مننغرم فيه اكتر ومنحافظ عليه اكتر بكتير. معقول معقول ما جيبهم نعرفهم على غريكور؟ ما بعتقد رح يصلهم الشانس بحياتهم يفوتوا على فرن هالقد صغير، هالقد مكنكن، يتعرفوا على شخص هالقد بيشتغل بحب وغرام، وياكلوا لقمه هالقد مهمه. C'est vrai qu'en montant dans la montagne là, quand on était sur la route, on est impressionné par
la montagne, la verdure, tout ce qui peut s'y passer. Je pense qu'on sous-estime un peu ce qu'on peut voir et ressentir au Liban. C'est assez impressionnant finalement. Et ouais, c'est plein d'émotions. نرجع نوضحها هون بناكل شغلتين اكيد اربع انواع جبنه بيضتين اورما زبده وسمنه هيدي المنقوشه يلي بتقتل شغله ثانيه اكتشفتها عن جديد وما تروحوها يلي هي مربى التين وجبنه مع شويه جوز وشويه سمنه روعه 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 العجينه اللي بتنعمل من 3 الصبح اللي بتنعمل على الايد بيشتغلها بايده اللي فيها نفس ماكسيموم الفرن يلي غير كل الافران ما بينفتح عروه مثل البيتزا بنطبخ شوي شوي وساعات بتاكلوها بتدوب ف يعني شطت رايدتي حبك 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 عش مرات نحن بنحبك كثير وعائلتك وميرسي على قيمتك وعلى نفسك وعلى احساسك وعلى كل شيء وعلى الست اللي مش اخذ حقها بالتصوير حبك على الدنيا وانا كمان بيجي لهون عن جد بياخذ انرجي على شهر لقدام يلي شوي زعلان يلي شوي مش اكل بحياته شيء طيب يلي شوي ما بيعرف النفس الضايع يلي شوي من كل شيء بيجي لهون بيرجع شركه أهلا وسهلا باللي جايين معك من باريس كمان جاي تعرفون على لبنان وعلى أكل لبنان لأنه لبنان أحلى بلد بالعالم وأحلى أكل بالعالم كله قد ما يعملوا ما في عندنا أحلى من لبنان وأحلى من أكل لبنان ومن شعب لبنان أهلا وسهلا فيك اللي عم تعرف العالم على الأكل اللبناني على التراث اللبناني على الضيعة اللبنانية على الشعب اللبناني قد ما هو ضياف قد ما هو كريم قد ما هو شعب بحب الحياة أهلا وسهلا فيك مرقوشة زعتر مع لبنة وخضرة مرقوشة جبنة مع حار وسمسم وأكيد أكيد العروس أول ما مع لبنة أم بشير مبسوطة قد الدنيا وعم تحكيهم بالفرنساوي وهن كتير مبسوطين عن جد كل واحد بيجي على لبنان بفل ضحكة على وجهه بلبنان هو فيتامين للبسط والانشراح أحلى بلد بالعالم أكل أكيد بس مناظر كتير حلوة وأحلى منظر بعتقد من هون من على علو تقريبا 1750 متر تمثال مار شربيل منظر على فريا منظر على البحر منظر على كفر دبيان ومنظر على السد 5 دقايق رواق ومنكفي على الغدا ردة الفعل هي زيتها هيدا هو لبنان يلي ما منعرفه وما حدا عرفنا عليه فنحن دورنا نفرجي للعالم لبنان الحقيقي ساعات بدي اكل لقمه غير شكل
وين بياخذ الاجانب اكيد عن فوزي بفقرك فرد بيان وبالاخر لقمه روعه لقمه روعه رح تشوفوا البيض عم بيغلي الحمص اللبني البطاطا المقصوصه على الايد الحمص اللي بيعمله سته وغيره من الاشياء واهم شيء بالاخر صفيحة عكفتة معمولة على الخبزة على طريقته تطوه طوية صغيرة بتحطوه له نكزة حمص بتصير مثل الدب روعة هني مبسوطين مشاكلين هيك شي بحياتهم بعتقد ما عبالهم يسافروا بكرة هيدا هو نهار بيخلص أكلوا ما بعتقد أكلوا هالقد بحياتهم أنا ما عندي جوعان طعش مع مرتي بكري عشية وفيلين عم بيخبروا عن أحلى بلد بالعالم وعم بيخبروا كل أصحابهم أنه إجوا على بلد من الأحلى وأكيد رجعين شعبية الجي إجوا أجانب لعندنا على لبنان شو بدنا ندوق؟ من طعميهم أول شي فول وحمص من طعميهم مناقيش من طعميهم حلو عربي من طعميهم ميزة من طعميهم بوزة من برمهم جبال لبنان كتير حلوين بينبهروا بالطريقة اللي ناكل فيها بالطريقة يلي منحنا كرمة فيها بينبسطوا ببلدنا بجمال بلدنا وبيفلوا وبيخبروا عن أحلى بلد بالعالم فخلصنا البوزة عشتها وفلين وبأكد لكم رجعين بأقل من 6 شهور